مرحبا بكم مرة أخرى، جدد لقانا معكم يوميا كما عودناكم، ومعكم الشيخ مؤمن في الكوشينة نتاع الدار كما العادة في لايف، باش نحضر مع بعضنا العديد من الوصفات البنينة واللي تعمل 66 كيف. دونك كما عودناكم مش حضركم حاجات بنان، حاجات خفيفة ما تطلبش برشا وقت، ما تكلفش وسهلة برشا. دونك ما عليكم كان تابعونا على اللايف، اللايف تلقاوه موجود على الباج تاع فيسبوك الشيخ مؤمن بن يونس، على انستغرام شيف مؤمن بن يونس، واللي فلت الرديف عليه يتفرج على اليوتيوب على كيف شيف مؤمن بن يونس. نجموا تخلونا لي كومونتير بالحاجات اللي انتم تحبوا تسالوا عليها، بالحاجات اللي انتم حضرتوها كيف تاجيونا، يعني فما انتراكسيون نحكيو ونحاولوا نتناقشوا والفائده تحصل للناس الكل. نحب نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين. البارح هاكا تعديت ليله النص تبارك الله، وليله مباركه، وان شاء الله ربي يجمعنا في الخير الناس الكل. اليوم كيف باش نحاولوا مع بعضنا نحضروا منو خفيف يعمل 66 كيف، اي هذا 66 كيف باش تولي لومبرانت شويه. دي العسلي بونجور. دونك كيما قلت لكم باش نحضروا منو خفيف، ان شاء الله نعديو وقيت نتاع لايف باهي. تنجموا تتفاعلوا وتخليوا لنا الكومنتير، تخليوا لنا شنو الدبارات اللي باش تحضروهم اليوم، واللي ما عندوش دباره كيف ينجم يتفرج علينا باش نعطيوه ادوار. هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه، قبل كل شيء نحب نشكر الناس الكل اللي ساهموا في اللايف: حازم بن عيسى، راديو بون لوغ، خالد عويش، تونيسكوب، يمينة بونجور. وزاد كيف نحب نقول ميرسي، ونقول يعطيك الصحه دره، ميرسي بوكو، خاطر شوفوا في الكاليتي نتاع ليماج تبارك الله كيفاش ولات. دونك دره هي مرتي هديت لي تليفون باش نجمو هاوك الكاليتي نتاع التليفون وليماج ولات واضحه برشا. نور عسلامه، دي ربي يبارك لك، عايش خويا دي. دونك نبداو مع بعضنا نتوكلوا على ربي باش نوريكم منو شنو فيه. باهي الحاجه الاولانيه هذيك هاوك نورمون استانسنا بها اللي هي شوربه، دونك موجوده شنو مشروم بالدجاج. الحاجه الثانيه سلاد كوسلو اللي هي كيف سلطه هيلثي، مقدم اكرم صباح الورد بونجور، سلطة هيلثي وتتحط حتى مع لي زومبرغر. بعد هذا الكل باش نزيدو حاجة أخرى بنينة، باش نعملو سبرينغ رولز، دونك لي رولو دو برانتون. وي سي بلو ميو، أي الكاليتي يمينة سي بلو ميو، تري بيلسي، بونجور شيف، استانسنا بيك، ميرسي بوكو. غازي بن صالح بونجور. دونك كيما قلتلكم باش نعملو سبرينغ رولز. وجدي نورس تريد وقاب بونجور، بثينة حاجي عسلامة. كيما قلت لكم شنو سبينغ رولز، تابعوني كيف على الطريقة ديما نحاولوا نزيدوا فيها اللمسة السحرية نتاعنا، البصمة التونسية. مريم سمسي امان شيف رسيت بيزا نجحة. مريم نقول لك حاجة، من بعد عندنا لايف على الباج نتاع هابيز باش نعملوا بيتزا، ودون لي بير دي كان تحبوا تسألوا على دوتر رسيت. بونجور وجدي نورس تريد بونجور. احسان شلي بونجور كيف اللي عنده كيستيون لازم يخلي كومونتير، واللي يبعث لي سيتو يبعث لي ميساج، وانا نوعدكم بخدمة ربي نجاوب الناس الكل. ريم بونجور، ميرا صباح النور، ويسال به. نبداو كيما قلت لكم، عندنا شوربه، عندنا سلطه كوسلو، وعندنا سبرينغ رولز، وبار هذاك الكل باش نحضروا اسوبوك وفوفور، وعندنا كيك. دونك ما عليكم كان تتابعوني، وبالحاجه بالحاجه سوسو بونجور، وبالحاجه بالحاجه نحضروا مع بعضنا. دونك خذوا ورقه وستيلو بالنسبه للسبرينغ رولز، قيدوا المنيو هاكا من الاول، وتابعوني بالحاجه بالحاجه. بس كما قلت لكم باش نحاولوا ديما نتفاعلوا في اللايف ونحكيوا على برشا حاجات والمنفعه تحصل للناس الكل. هذاك علاش انتم يعني تحاولوا تخليوا دي كومونتير وتقولوا لنا شنو باش نجموا نعملوا. هذه الحاجه الباهيه. نبداو بالحاجه باللي تاكلوا لنايا اللي باش نحضروا فيها الشوربه. كنت خديت مرقه نتاع دجاج. مريم سونسي مقدم اكرم شايف علاش ما نعملوش 4 ساعه، جاوبنا على سنه ومن بعد نتبعوك. فما حتى مشكل، نجمو نبداو لي تاب هذايا اكرم. دونك تخليو ميساجات، وانا غدوه بقدرة ربي نوعدكم الميساجات نتاع اليوم اللي تخليوهم شايف لؤي بونجور، نعاود نجاوبكم عليهم، نجاوبو على لي كيستيون الكل. باه دونك كيما قلت لكم خليت مرقه نتاع دجاج، خديت صدر نتاع دجاج مليحه. دونك بارتي باش نخدم بها الشربة، وبارتي باش نخدم بها السبرينغ رولز لي رولو دو برانتون. باه هاكا نورمالمون كيف انا حاولت باش ننظم لي بريباراسيون، كل بريباراسيون وحدها باش فيسع ما نضيعوش في الوقت.
ليتاب الاولانيه كيما العاده وكيما عودناكم باش نحضروا شربه ونعملوا شربه تاع مسترسين كيف بالدجاج. البارتي نتاع الصدر خذينا قاسيناها ومرسو هاي هكا، وعندنا بارتي تاع الدجاج صمتناها خليناها في الماء باش نعملوا بها لي رولو دو برانتو. ديجا خليتها تبرد انا بطبيعتي هاي هنا، هذيا باش نحضروا بها لي رولو دو برانتو. حطينا شوية زيت نجمة ديوك العادة باش نقصوا شوية، حطلكم كل هذا تابعوني هكا معايا هاكا تونسوني في الكوجينة. دونك باش نقصوا شوية سفنيريا مع شربة، عندنا شوية كلافس. ديما شربة سيرتو في رمضان هاكا، فما شكون نقولوا احنا الشربة والبريك ديما جوارات الأولانيين هذوما اللي بداو حاضرين، فهمت؟ من هنا لين نقولوا احنا لاخر رمضان ماذا بينا تكون شربة ديما موجودة. باه شنو شربة اليوم اش اسمها؟ دونك مريم شنو المنيو اليوم كرمنا. باه مريم بالنسبة للشربة عندنا شربة بالدجاج، دونك خذينا شوية سفنيريا شوية كلافس كيف كيف تنجمو تحطو أي نوعية نتاع خضرة. أنا جو بريفير ديما هاكا نقص شوية سفنيريا وشوية كلافس، وعندنا شوية البصل. قبل كل شيء باش ناخذوا دجاج الزر نتاع دجاج، ناخذوا بصلة صغيرة، نجيبوا السكينة الزغرونة نتاع العادة. المنيو كما قلت لكم عندنا شوربة، عندنا سلاد كوسلو، وعندنا رولو دو برانتو اللي باش يكونوا موجودين على طريقة مبيان زي كيف كيف، عندنا السوبوكو في الفور، وعندنا كيك. دونك هكا تبعوا بسياسة بسياسة، وتو قدرة ربي اللي عنده كيستيون حاجة نجم يخلي كومونتير واحنا نجاوبوه. باه دونك حطينا الزر نتاع الدجاج الزيت خليه يتقلى. كنا حضرنا مرقة نتاع الدجاج كيما قلت لكم باش نمرقوا بها، هاكا اللي يحب يسأل سيرتوب على مرقان كيفاش نمرقوا لي سوب ولا اي بريباراسيون تاعنا، ديما يا بالماء سخون يا كان عندنا كان باش نطيبوا الدجاج مرقة نتاع الدجاج كان بالحمى هاكا مرقة نتاع الحمى. نحطوا الخضرة كيما قاعدين نشوفوا، يعني هاكا تبدا ربي شايف اعمل نهار تشيز كيك. مريم والله عملت تشيز كيك، تنجم تعاود تتفرج على الرديف ما يكوش اليوم ديما الكوجينة نتاعنا نظيفة. تنجم تفرج على الرديف نتاع اليوتيوب مريم، كانت تورينا التكنيك نتاعك في القصان بالسكينة بيدي. تبارك الله عليك، باهي سيدي خويا تنوريك التكنيك في القصان بالسكينة ما فما حتى مشكل. ديجا أكثرية الوقت وقت اللي باش نقص ولا حاجة نوريكم كيفاش، مي أما فيها حتى بيس يعني تنوريكم كيفاش نقصوا التكنيك بالسكينة. باه هذا السوق قاعد تحضر، ناخذوا طماطم مجونة كالعادة نوفر مرة، وزيد الكل بالطبيعة خليوه عطار. ناخذوا نجيبوا مدة المغرفة الزغرونة نتاعنا، نحطوا شوية ملح شوية كركم. دونك سيرتو في النهاية كيما هذيا هاكا نتوما تنجمو تقولولنا على الدبارة نتاعكم وشنو باش تحضرو، ولا اللي ما عندوش دبارة ينجم يجيب حدانا يتفرج يشوف شنو الدبارة باش نحضروها. كالعادة هي شوية هريسة لي زيبيس الكل تقطعهم في زهرة لافيترين التروار. شيف عايشك ما تنساش كرواسون ان شاء الله. لي زيبيس كل هذوما لي زيبيس تاع الجميع تلقاهم في زهرة لافيترين التروار، يدير لي سيف اورانج شوكولا. باه والله ما خيرش من حاجة بالشوكولا والاورانج من موس الشوكولا. موس الشوكولا تاخذ ترابي شوية كان عندك زيست نتاع اورانج في وتحط بانسيت سيل وخذ ترابي يجيك موس الشوكولا تعمل ستاسين كيف يا هدي. باه فوحنا كيف كيف وانا صباح كالعادة باش نحضر المنيو باش نقضي، وعرضتني حاجة ربي فضلها توا في عمرها، قالت لي عايش ولدي
عملنا حاجة صغيرة. دونك خممت في الصغيرات وهذاك علاش نحضر لهم سباجيتي خفيف. دونك باش تراو كيفاش باش نحضر سباجيتي بنينة على طريقة متاع صغيرات باش نشاركوهم ونحبوهم في الماكلة. باهي بونجور وليد نيه الدمق بونجور. هذه خضرة وحدينا الغرفة متاع الفاح باش نقص السلاطة فيسع فيسع باش نوريكم سلاد كول سلو. السلاطة هذيا يعني جينيرالمون انا باش نطيب ان شاء الله بوزة مسلي هاي. دونك مريم هذه المنيو متاع اليوم بيتزا للصغار. دونك مازال كي كنت نحكي على صغيرات واللي عنده صغار هذو فضلهم له. دونك نحبوا نشربوهم في الماكلة. واليوم بالحق قالت لي حاجة وردتني قالت لي بالله عايش ولدي كان اليوم شو طيب حاجة حاول فكر في الصغيرات. باه خدينا شروج قسمين شوية كيما قاعدين نقراو. هذه سلاطة سهلة مهلة بنينة وما تطلبش لو نون دو جروب جو بروبوز ستة ستين كيف هاي اي حق حكاية الجروب. مازلنا نشوفوا لابيلاسيون تاع الجروب. دونك خدينا الكاروت انا رافيو فيها هذه سلاد كوسلو جينيرالمون تعطيها كارنيتور مع لي زومبورغور برا في امريكا ومع البطاطا. واحنا اليوم اخترناها فيسا فيسا باش تكون حاضره هيكا و سيرتو المنفعة نتاعها باهية برشا. هكا نحاولوا كيف اللي ما عندوش دبارة يجي اليوم يشوف شنو هو دبارة شوف شنو نحضروا. باش نحضروا برشا حاجات باش نحاولوا ديما كيفاش نقولوا احنا نحضروهم باللي تكنيك حاجات معينة باش هما احنا اليوم باش نزيدوا موصلي الكوشة سلطة دروس وطاجين ملسوقة. مريم عندك كتاب شاف والله مريم مازلت ما ان شاء الله قلت ربي نحاول نعمل كتاب تاع الكوجينة فيه لي روسيت زمنية روسيت قديمة روسيت من قاع الحابية يعني في البروجي قلت ربي. باه كيما ريتو هاكا عندنا سفناريا رابي مع الشروج ديما سيسر رويحكم سيرتو في الراب تعب شوية باش ناخدو شوية من الموس. قصو جويد نهار كاس على ايام مشا فيها به ميرسي بوكو رجاء. دونك خدينا شوية سفناريا شوية مع الموس شوية شروج كيف كيف نجمو نزيدو يعني شوفير باش ناخدو ثومة زغرونة نجيب ثومة ونجي دونك ثومة زغرونة باش نكرازيوها كيما وريتكم المرة اللي فاتت. هكا بالبوم تاع الكوتو نكرازيوها تولي هكا اي نكرازي. باه هذايا بالنسبة للسلايك تجربوها وتقولولنا رايكم. اهلا 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 شايف لطفي تليسي اهلا بيك شابا فريك زمني رفيولي وسلاتة وبريك حنين وسلاتي لينا اي لينا بسونت ماش هاوكا تعمل في الابيل حنين ماسي ماسي حنين هاوكا ذكر فيه بجميع الكل. باه ناخد بول نحط فيه الميلونج نتاع سلاد كوسلو ثوم لم خضرة كل ذي هاكا حاجة فيسة فيسة سريعة تكون سلاطة باهي. لاستيوس نتاعها حطينا ثوم. بونجور 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 شنيا المنيو اليوم شيف حنان يمينة شيف اوسي خضرام وسيت دامبلا رافيولي ان شاء الله سن نحب سكينة كيما هذيك
دونك السكينة كيما هذيك حسين باش تلقاهم لي كوتو تلقاهم في ميزون الموند في اللاك. وبالنسبة كي نقولو لارج دو لا تابل نقولو ميزون الموند. ان بتي كوكو لسونيا. باه مع السلاطة باش نزيد صوص الاي. دونك السر نتاع سلاد كوسلو صوص الاي. تربلسي سلاد هذيك نعملها شوفير وكاروت ومايونيز. اي نجم نعمل مايونيز وتنجم تعمل سيرتو بصوص الاي. انا بيرسونيلمون نحبها بصوص الاي. دونك هايكا حضرت السلايطة حطوهم بونجور حطوهم. هذه السلاطة الأولانية هاكا شربة وسلاطة اون باغاليل هاكا نحكي ونجاوبكم ونحضروا المنيو. باه باش ننظفوا البلان دو ترافاي كالعادة نحيو الزيت كيفاش تروح القاروس في الكوشه. قاروس الكوشه راهو جينيرالمون شويه ملح شويه في الفلاح حل. وفما شكون يحط كمون تنجم تحط كمون ولا تحط بسباس سي ان شوا. وعلى قد ما تخليك القاروس كيبدا فرشك ولا بيك ما تروحوش باش تمتع مطعم البحر سورتو كي يبدا قاروس بحري ولد بحر. به باش نحضروا فيسا فيسا الكيك اللي قلت لكم عليه باش نحطوه في الفور وعنا لوسو بوكو يعني هاكا فيسا فيسا باش المنيو يكون حاضر. بالنسبه للوسو بوكو دونك عندنا خدينا البلان تاع فور على نصبوكو تاع مليحة كيما تراو حاضر ماريني. دونك نصبوكو ماريني بالقوم مكسيكا كيما قاعدين كدا ما نحكيكمش. حاضر فاوح فول في الفور مرسو هاكا اللي يحب يجي يشق فترو. امين بونجور امين مستيري. دونك اللي يحب يجي يشق فترو مرحبا. هذايا نوصل بوكو كامل المنيو نغسلو يدينا. دونك تنجمو زادا كيف كيف خليونا كومنتير في المنيويت. صابرينا بونجور. خليونا كومنتير ادخلونا شنو باش طيبو. قاعدين باش نحطو لو سوبوكو في الفور. السوبوكو ديجا حاضر باش اي بي سي نتاع مليحة. الفور كيما قلت لكم المرة اللي فاتت فور ويربول. دونك للي هكا معايا باش نجمو تراوني نوصل نحطوه في الفور باش نحضرو الكيك. يعني او ميم طون لافونتاج هذا كيف كيف في الفور تاع ويربول نجمو نطيبو بليزيور بريباراسيون والريحة نتاع الماكلة ما تخلصش كلها مع بعضها. هذاك لافونتاج نتاع الفور سيزيام سونس جيناسيون جديدة. كلا هادا نخلو الفور دونك مستعجل شوية اليوم. ايش في جرتك السوف يتباع برزانة ليش يا شموسي بونجور تاو غلط روسيت صوص الاي. به بالنسبة لروسيت صوص الاي عنا لي صوص نتاع بونا هذوما نتلقاهم ديما موجودين في الكوجينة. ليليا مش مستعجل البارح تبارك الله يعني وصلنا حتى للأربعة وربع نسينا الوقت وسيرتو في منيو اذا ننسى روحي كي نسرح وعندنا بليزيور بريباراسيون اليوم. هذاك علاش ماذا بيا نحاول نوصل المعلومه نتاع المنيو فيسا فيسا خاطر المنيو صحيح فيه دي بريباراسيون مي يطلبوا برشا وقت وبرشا جهد. نتفقدوا شربة ياخذوا بريباراسيون تاع كيك. حضروا كيك خفيف بنين اخترت لكم اليوم نشري تونس وما نحبش نشري انا لي صوص بريباري. عملنا حاجه حلوه بربي حاجه حلوه صابرينا هيا. دونك عندنا كيك شوكولا بريباراسيون تاع بانواز دكتور اذكر
سهل البريباراسيون، 5 دقائق باش تحضرها في سفيسه، تسحق 50 مليلتر نتاع حليب، 100 غرام زبده، وثلاثه كعبات عظم. باهي، جيبوا لي زانجريديون تاعنا الكل، عظم، نجيبو صحفر. يعني كيما قلت لكم سيرتو في الكوجينا نجمو فيسع فيسع تحضروا العديد من الاطباق بسهوله تامه. دونك حتى الفيش تكنيك يعني موجوده قبل كل شيء، يعني تنجمو تفراو اللي اليوم سلطه مفوره، شربه بريك، وروز جربي. الله 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 حنين. دونك نفتح معاك رفيعين، ميرسي بوكو. سيرتو اليوم باش تحضروا لي بريباراسيون يلزمكم تتبعوا بسياسه بسياسه. لي بريباراسيون اللي شادوا شويه وقت هاك حضرناهم، حاطين لنا شربه، حاطين لنا سبوكو، باش نحطوا الكيك على خاطر يلزموا قريب الساعه ربع. هذيك علاش فيسع فيسع لازمنا نحضروا. بس بريباراسيون هي حاضره سهله، هوني عبد الوهاب مرابط بونجور. حلو بريباراسيون، وتوا ماذا بينا الوقت تاعكم فينا، ماذا بينا نحاولوا هاكا نحضروا في رمضان، ماذا بيه واحد هاكا فيسع فيسع يحاول يحضر المنيو نتاعو. عندنا لي بيبي تاع الشوكولا موجودين هناك، نخلطوهم هكا شوية. دونك 50 مليلتر متاع حليب، نحط شوية حليب هكا بالخبرة شوية، 50 مليلتر. هذه البريباراسيون تاعنا متاع اليوم، نخلطو بسيسة بسيسة هكا بشدة تلم. العظام نكونو غسلناه قبل، شاهي طيبة شاف ان شاء الله. ميرسي بوكو شيف عبد الوهاب مرابط. وناخذ تو باش نزيدو 3 كعبات تاع عظم. هذا الكعبه الاولى ماذا بينا هاكا كل كعبه نحطوها في صحفه، باش حتى كان كعبه لا قدر الله يعني ما تصلحش ما نخسروش البريباراسيون كامله. ساره ترجمان بونجور، برافو اتوا، تبارك الله عليك، ميرسي بوكو ساره. ثلاث كعبات عظام و 100 غرام تاع مارغرين. نغسلو دينا بالطبيعة من بعد ما نخدمو بالعظام ديما بالبريفيرونس. دونك نخلطو كيما قلتلكم العظم، زدنا الحليب، نحيو الزيت من الكل، وناخدو 100 غرام مارغرين. باهي شنيا المنيو الجماعة اللي خلطو حاليا؟ أنا عملت اليوم بريباراسيون بلاز فانواز وني وشوكولا. دونك قاعدين نحضرو الكيك، باش ناخدو 100 غرام. باش نخلطو مليح مليح، تاعنا فوي بول، باش تولي بريباراسيون كاملة هوموجين. وانتوما زادا قولولنا شنيا الدبالة نتاعكم، شنو حضرتو اليوم. احنا هاكا نحاولو باش نعطيكم بارا. هاو عندي كورن فيسا فيسا هاكا تحضر ديجا، يعني حاجة سهلة سهلة برشا.
فواز بونجور، ناخذ توا المول نتاع الكيك هنا. باستا اليوم هي عندنا مكرونه اليوم الصغيرات، تتابعوني تشوفوا كيفاش. لحظه بركه اللي جايكم. دونك فما موجوده بومبا هذايا زاد كيف كيف للبروفيسيونيل، تتحط ترش هكا باش في بلاصة البابي وناخذو بالكورن كورنيو دو بريباراسيون كاملة نتاع الكيك. دونك بالنسبة هكا للبريباراسيون يحب لها اوزالونتور دو 35 ل 45 دقيقة باش تحضر. دونك دوبلي الفوليوم نتاعها، حاجة سهلة سهلة برشا. دونك كيما تراو بونجور صاحبي، رمضانك رمضان عمل فيك خويا، باستا تجي بالمكرونة. دونك للجماعة اللي مازالو كيخلطو توا باش نقول لهم شنو هو المنيو. قبل كل شيء هكا نكملو نحطو الكيك في الفور. نغسلو يدينا كالعادة، صابرين عنا سلطة روز وصويبة فاطمة وشربة حوت مشوية وسلطة مشوية. اللهم صل على النبي، حاجة باهية هكا للي ما عندوش دبارة هاني نحكي فيه في دبارة. باش نحطو الكيك في الفور. راس بونجور سيزيام جينيراسيون الفور. بالنسبة لأي بريباراسيون يعطيكم الوقت، يعطيكم كل شيء. اوكي نبدلو البروغرام. باش نحطولو 35 دقيقة نستناو، يعني لي بريباراسيون يشدو علينا وقت. سلام شيف، ولينا نستناو في ديريكت بدقيقة ودرج. ولا إيمان لميور شيف، ميرسي بوكو إيمان. دونك كيما قلتلكم بالنسبة لي بريباراسيون نحاولو نحضرو حاجات اللي ما طلبش برشا وقت، ما طلبش برشا جهد. الشربة هيك حضرت، المقرونة الماء هاو يغلي، باش نوريكم كيفاش تعمل المقرونة لصغيراتي خاطر يلزمنا نشاركو صغار معانا في الكوشينة. نحاولو ننظفو الكوشينة بالطبيعة، ما تنساوش هاكا انا وحدي هاكا نحاول نضف الكوجين نحي الزيت باه. نضفو البلان دو ترافاي. حاب نقولكم زادا يعطيكم الصحة الناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فيا واللي قاعدين يسجعوا فيا على اللايف. عبد الوهاب مرابط، انا عملت حوت الكشتة وتصيرة وسلطة خضراء وشوية شربة فريك ونتاع حوت وتشيز كيك. اللهم صل على النبي. دونك هاكا المنيو ريت الناس الكل هاكا الموقع باش تحصل. الناس الكل كل واحد يقول على المنيو نتاعو، حتى اللي ما عندوش دبارة ابار دبارة اللي نمدها انا هاكا يلقى دبارة واحدة اخرى يعاون بها كيفاش يفكر. نتعداو على الاخر للروسات اللي بعدها. الوردة، دونك عندنا سباجيتي تاع وردة. هذا هي الانجريديون دو باز الاولاني هاكا باش تراوني. عندنا سوسيس نتاع مليحه، سوسيس دو فرانكفورت باه. نوريكم هاكا اليوم سهلت عليكم الطريقه نتاع التحضير، باش تراوني بسيسه بسيسه وتابعوني شنو باش نحضر. سهله العمليه، فيسا فيسا. عندنا شويه سنيخ، شويه كيتشوب وفرماج رابي لوندور. وهاو باش نوريكم الطريقة
باش الصغيرات زاده كيف كيف يكونوا معانا في الكوجينه ياكلوا يتبنوا، خاطر نعرف في رمضان برشا يقول لك ينساو الصغار ويقولوا لهم هكا سيام، احنا هنا نفكروا فيهم. هذه روسيت يعني موجوده، تنجموا تلقاوها حتى على الانترنت عملوها قبل، مي هاكا احنا ديما نزيدوا نحاولوا نجتهدوا. هاكا بالسوسيس اخترنا لكم سوسيس نتاع مليحه وتكون مكرونه خفيفه بنينه. دونك سو سون لي بيتي ديتاي كي فون لا ديفيرونس. احنا نحاولوا هاكا باش نعطيكم وصفات باش نتوما تستفيدوا منهم، وانتم زاد كيف كيف تنجموا تعطيونا للي خلط علينا ينجم يقولنا شنو هو التبارة نتاعو نتاع اليوم، واحنا هنا نسمعوا زاد كيف كيف نعطيو التبارة للي ما عندوش التبارة، المفيد المنفعة تحصل للناس الكل في لايف هاوكا موجودين الناس الكل مع بعضنا قاعدين نتب. دونك باش ناخدو سباجيتي نحطوها هكا هني، نكرروا نفس العملية هاكا، حتى صغيرات تخمو فيهم يعني متقولوش هاكا صغار مخممنيش فيهم ولا حاجة، عبارة كأنا باش نعمل بروشيت مي هاكا بالمقرونة. شنوا حوالكم مريم لي سوسيس سي اوبليغاتوار نطيبوهم، هو جينيرالمون ليدي نتاعهم كيما باش تشوفوا من بعد لي سوسيس ليجيرمون بوشي، خاطر احنا انا بطبيعتي المكرونه نطيبها يعني الدنتي من بعد شم بواليها باش تعطينا نكهه اخرى. يعني انتوما نجم تحاولوا تجتهدوا، المفيد الفكره هيك نقول احنا الفكره واضحه. شربة كنلوني وبريك وسلاطة للي ما عندوش دبارة هاكا ينجم يتبعنا يشوف دبارة. نكرر كيف كيف العملية هاكا صغيرات تخمو فيهم. بونجور شيفي ميرسي بو لي روسيت كاميليا ليليا جاموسي شربة كنلوني وسلاطة أمال بونجور. يعني قلت لكم يعني اليوم سيرتو خممت في الصغيرات باش تكون لهم مقرونه، سيرتو نعرفهم يحبوا المقرونه ويحبوا لي سوسيس ويحبوا الكاتشوب والفرماج، اخترنا اليوم هاكا باش نعمل لهم حاجه سهله سهله برشا. وانتم زاد كيف كيف قولوا لنا، خاطر فما يقولوا لي سوسيس لازم يتيبوا تاكلوش هكاك شويبي يمينة بالنسبة للسوسيس راهو باش يتصمتوا، يعني المكرونة هذيا باش تتصمت هذا ما ساديون بار، ودوتر بار راهو بالنسبة للسوسيس راهو ليجيرمون بوالي يتاكلو مونجابل، ما يسحقوش كويسون كبير برشا خاطر هما على باز يعني حاضرين ديجا صار يعني صار لهم ان بري كويسون كيما تراو هاكا فيسا فيسا. نكرر العملية نحاول نزرب شوية باش نتوما ما تخرخوش معايا في اللايف. شاف انا عملت كيك وبنان وكرامبل حاجة بنينة برشا في المنيو شربة بريك بصات بلانكيت ومكرونة مكعبة باهي مكرونة هوا صغيرات كيما قلت لكم انا خممنا لهم في حاجة سهلة. كملوا كعب الخرانية والاخرين تنحضروا بهم الصوص المفيد، نقولوا احنا المنفعة تحصل للناس الكل كما قلت لكم يعني هكا ملح. ناخذ المكرونة كنا حضرناها هكا، هي فكرة من يعني من الفكرات اللي باش الصغيرات هاكا يكونوا كل احنا حاضرين معانا في الطاوله ونشاركوهم، لازمنا نشاركوا صغار الكل في الكوجين. كمان باش نشرب تكفي به ناخذ كوالا نجيبوا كوالا من هنا
ولا زهرونة بالطبيعة كوبانس ولا كوبانس الكبير تاخذ المكرونة هي بالطبيعة تجيبها في زفت تهدر تجيب شوية آخر مكرونة المفيد كما قلت لكم هاي كفكرة فكرة باش نتوما سيرتو صغار تحاولوا مشوشين او مشويين او فهكا يشربوا الماء واليو قبل مزيان هي هذيك علاش انا خليت شويه باش نشوي باش نعمل لامتي رابيل نتاع البو باش ناخذ شويه سبنيخ قبل كل شيء كالعاده لو فامو ميلونج شويه زيت نجمه ندوز شويه مارغرين قدينا هاو نحيو زيت بعدين هاك كوجينا مهويه اليوم يعطيك الصحه على الفكره هاني نتبع فيك من استراليا ميرسي بوكو دونك به دونك شنو شويه سميخ والصغار سيرتو يحبوا على الوان الكل دونك على قد ما احنا نحاولوا نشهيوهم على قد ما نزيدوا الالوان في السفناريا في الـ في الـ في الخس برشا صغار توا يقول لك مثال راهو ما ياكلوش طماطم ما ياكلوش علاش على خاطر احنا لازمنا نشرلوهم نشرلوهم كيفاش اول حاجه ندخلوهم الكوجينه معانا هذه الفكره الاولانيه والفكرة الثانية زادة كيف إن نشوفوهم خاطر وقت اللي يبارتيسيب صغار يبارتيسيب في البريباراسيون يقول لك الصحن هذاك أنا حضرته دونك حضروا أسا فاسون باش ياكلوا زادة كيف أسا فاسون باهي نحطوا نبنوا شوية لي سوسيس معاهم شوية صل المفيد المهم حتحصل هاكا وصغار كل واحد ياكلوا يوليو يحبوا الماكلة ويحبوا الخضرة هذاك هو المفيد زيدون خويا وحده هاي خويا غالي كيف راهو نجمو نزيدو شوية كريم فريش كل واحد كيفاش يحب أنا باش نخليها بالليكولور هذوما الكل باش نزيدها حاجة أخرى طمطومة يعني هاكم انتم حاولوا اجتهدوا وحاولوا بالحق بالله يشاركوهم الصغار معاكم في الكوجينه باش ياكلوا ماكله بنينه وماكله صحيه وسيرتو يحضروها يعني هما معاكم هاك في الكوجينه ميم سي هما يقول لك هاكا شكون اللي بربص مديحه هيلو بونجور بون كوراج ميرسي بوكو مديحه هو ديجا هاكا سوسيس بركه يعطي كولوراسيون يعطي منظر حلو برشا نفقد المكرونة نزيدوها حاجة باهية نزيدوها كاتشوب نعرفو صغار يحبو برشا كاتشوب حبك صديقي عايش خويا يا زيدون باهي دونك الجماعة اللي تحقو بينا حضرنا شربة نحضرو في المكرونة للصغار نورمالمون سي بون تكلوا عليها تكلوا هذه المكرونة بسم الله Thank you.
كما قاعدين نشوفوا هاي المكرونه ما حنش نبردوها باش نزيدوها لهنا. بس على لو تردي بالسخانة اللي موجوده في الكوارع مثل شدة ما تنحيش الزريعة نتاع الطماطم فيها برشا منفعة. مثلش الزريعة نجم نعمل بها حاجة أخرى بوك نزيدو شوية كيتشوب ولا خلطو مليح مليح هكا تكون مقرونة صغيرة تعمل 66 كيف بنينة في ستابط المقرونة. دونك بالنسبة صابرين المقرونة راهي الدنتي دو بريفيرونس باش تعطينا منفعة باهية. حضرنا المقرونة بعد خلطناها في البوالة بعد لطول ترجع السخانة نتاعها. شايف ماما توباس لو بونجور وقتلك الله يحميك ميرسي بوكو ربي يفضل هيلك عزيزة بون كوراج ميرسي بو لي وسيت تاتا اهلا بيك شيف برافو عليك الصحة. فاطمة رياحي انا سمعت صحيا لازم تنحى زريعة. دونك هذه الحكاية نتاع الزريعة نحيو زريعة ولا منحيوهاش والله انا بس ما نخبيش عليكم نعرف اللي في البريباراسيون تتنحى زريعة. سامسون بونجور سلام بونجور شيف لي روسيت شوما لي روسيت. دونك الشربة نورمالمون حاضرة طفينا عليها باش نخليهم من بعد جوج يصبوا عليها الشربة لسان عصفور الوردة. هذي بالنسبة للشربة نحيو زيت الكل السلاطة. السلاطة هاي حاضرة بحذاكم هاي هنا المقرونة والعيش على المقرونة هاي حاضرة سباجيتي نزيدوها بعد شوية فروماج لوندور 100% مونتال هذاك من بعد نفر البلون ترافاي تاعنا نحيو الزيت باش نحضرو مع بعضنا لي جاليت دوري اللي قلت لكم عليهم باه هذاك هكا نورمال نحيو الزيت خضرة زيت نحطوها من غادي ونجيبو لي بريباراسيون تاع غاليت. دونك سيرتو غاليت روسيت باش تكون اوريجينال اوريجينال برشا 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 على الطريقه نتاعي وان شاء الله تعجبكم. باه نغسلو البلونش خليو البلانش مبلولة. علاش باش نخليو البلانش مبلولة؟ باش نحضرو فيها لي غاليت نتاع سبرينغ رولز لي رولز برانتون. عندنا لي غاليت دوري خذينا فروماج ناتور دونك لوندور. علاش قلت لكم على الطريقة نتاعي يعني فما ميلين غوسيت بالنسبة للبريباراسيون اللي باش نحضروها. نعبيو الكوش نبيعو بالفرماج الغرفة ليا طماطم فلفل صرف عروق نتاع القلب ليليا جاموسي ميرسي بوكو ليليا على الانفورماسيون هذيا. دونك هاكا ليليا ياسر على الزريعة نتاع الطماطم وزريعة نتاع الفلفل هاكا تصرف العروق نتاع القلب باه. دونك خدينا شوية فرماج خلينا البلونش مبلولة تنقولكم علاش خليناها مبلولة. خدينا ميزون بلاس مع الميزون بلاس خدينا قصينا شوية سفنيريا وباتونية جويدة شوية خس عندي شوية زنجلان شوية نعناع وعندنا شوية شوروج وشوية سفنيخ وبالطبيعة زادة كيف كيف عندنا زريعة نتاع الكتان وعندنا دجاج دجاج اللي كنا صمتناه بكري في الماء ما ننساو زادة كيف كيف عندنا سويت شيلي صوص عندنا صوص تاع هريسه زاده كيف كيف تاع فوركيتا عندنا صوص الاي نتاع بونا وعندنا شويه ويل دو سيزام. وتوا باش نحضروا مع بعضنا وباش تشوفوني بالسياسه بالسياسه كيفاش باش نحضروا الطريقه نتاع الاعداد. باه ناخذوا لي غاليت دوري هو لي غاليت دوري باكو دونك دو بريفيرونس شوفوا نحاولوا نحضروهم خاطر سونسيبل برشا يتكسروا فيسا
دونك نشوفوا شكون كاوش ورقة كسرة. بس الاستيوس نتاعها بالنسبة للجلادوري اللي هي فيسا فيسا راهي كي تتبل من بعد تولي مو. دونك ماذا بينا ما نبلوهاش برشا، مش ناخذ فيسا فيسا يدي شوية ماء هكا ونتبعها، خاطر إسفي تبلت برشا راهي من بعد ما عادش نجمو نخدمو بها. باه دونك كيما قاعدين ترى فما شكون زاد اللي شلل الجاليت، هاي الجاليت شللها فيسا فيسا وهي راهي تشرب الماء. هاكا عنا رسالة جديدة للي يحب يحضر حاجة أزياتيك مي باللمسة التونسية عليها هاكا يتبعنا كيما تراو ملي كان دور ولات هاكا فيسا فيسا. باه توا نزوها هكا باش نقلبو البلونش فيسا فيسا، خاطر توا معاش يلزمها برشا ماء سينو معاش نجمو نهزوها. باه هكا تبعوني باش ناخدو بوست شوية موستا فلوماج، ناخدو باتوني سفنيريا، باش ناخدو شوية دجاج، هاذيا لي رولو دو بلانتون سبرينغ رولز. دونك هاكا حاضرين في الدار، تنجمو تحضروهم في الدار على الطريقة اللي قاعدين نتبعو فيها، شوية زريعة الكتان باللمسة التونسية نتاعنا، وشوية شروج ولا شوية خس. شوية زجلان ورقات نعناع، كيف كيف راه تنجمو تجتهدو في البريباراسيون هذا الكل. انا اوريكم الطريقة وانتوما زادا تنجمو تجتهدو. من بعد باش نسكروها دونك باش نرويوها دونك كيما قاعدين تشوفوا سبرينغ رولز على الطريقه نتاعي انا. باش نعاودو كيف كيف ورقه اخرى نجيبو صحن هنا ونعاودو نفس الطريقه، نبلوها فيسا فيسا بالماء هاي كريتها الورقه نتاعها دور، كي تتبل بالماء تولي سوبر معانا الورقه. ماء نسيسوها خاطر السوفي تبلت برشا واليوم عاش نجمو نحكمو فيها. فما شكون كيف كيف باش يحضر سبرينغ رولز ياخذ يحضرها على طرشون، خاطر بريفيرونس اذا تنشف كانت تبلت برشا، مي كانت تبلت برشا برشا ما عادش تصلح. سيسا بسيسا بسيسا اللي هما لي غاليت دو ري باش نكرر نفس العملية. كموس تاع فرماج دور، زيدو شوية لي باتوني تاع سفنيريا، شوية خس، شوية دجاج، هاكا هذوما سيرتو جايين نصيف هاكا روسيت حلوة برشا للي يحب يحضرها نتاع شوية وما تطلبش برشا وقت. شوية زريعة كتان، لمسة تونسية هاكا موجودة، النعناع نتاعنا تونس بالطبيعة موجود، أما هي من قبل في الروسيت موجود النعناع، نجمو نخدموهم بالكروفيت مش كان بتجيش بركة. وفيها بنة
حلو برشا. عندنا الويل دو سيزام كيف كيف نجم نحطو دوبلاش، ما نكثروش قطرات صغيره. باش ناخذوا صوص هريسه او بيان سويت تشيلي صوص، باش نحطوها نتوا الرولي. دونك كيما رولينا بكري باش نتبعوا كرو نفس العمليه. هذوما دو بريفيرونس كي يحضروا يتاكلوا. دونك هاكا ريتو كولوراسيون كيفاش. نجمش نعملها بوراق ملصوقة ليلي؟ لا، بوراق ملصوقة راهي ما تمشيش معانا، خاطر مش كيف كيف، ما تكونش سوبل. ميريلا دانجر ازر به. دونك نورمالمون هاكا المنيو نتاعنا قاعد انكور يحضر. حضرنا لي رولو دو برانتون، حضرنا المكرونة الصغيرات الشربة، باش نتفقدوا الكيك ونشوفوا واش جيرس تساوي، واش جيرس تساوي. والله ما فهمتوش عليكم. اوكي به، هذي الرولو دو بلانتو كيما تراوه هكا. سويت تشيلي من بعد نجمو كيف كيف نحطوهم تنزينوهم، نزينهم قدامكم فيسا فيسا شوية خس. ام تي رابيل هكا كنت فيا غلطان بالوصفة. به، الوصفة خويا على طريقة متاعينا، يعني نجم نحضرها كما حبينا الوصفة. وكانت عندك وصفة ما خير نجم تعطينا ميريلا ولا شكون نعاش منين، ان شاء الله يعطينا منين بركة، خاطر ما نصوروش كيما من تونس، خاطر واش جالس مانيش جالس واقف، يعني مانيش جالس. هذوما سبرينغ رولز على طريقة متاعنا، على طريقة متاعينا. ان شاء الله تعجبكم الروسيت. هاكا تو من بعد نزيدو في الدريساج، تابعوني نتفقد الكيك ونجيكم. باهي نورمالمون الكيك نتاعنا احضر. الكيك نتاعنا احضر كما قاعدين تشوفوا. مابقى لي كان باش نقول لكم ان شاء الله عجبكم المنيو نتاع اليوم. نزيد نذكر لكم شنو فما المنيو. عندنا شوربه بالدجاج، شوربه لسان عصفور، عندنا سلطه سلطه كول سلو هاي حاضره، عندنا مقرونه الصغيرات بالسوسيس. عبد الوهاب خويا فسر هذاك، قال لك ايش قاعد تعمل؟ فهمتني؟ ما شنو قاعد معناها شنو قاعد تعمل؟ به فهمتك. الكيك بالشوكولاته كيما تراو هو حضر، كيف كيف لوسو بوكو حاضر. ما بقى لي كيفاش نقول لكم يعطيكم الصحه، ان شاء الله ربي يحفظكم وربي يحميكم، وان شاء الله تعجبكم الروسيت شهيه طيبه. ونشكر الناس الكل اللي يتفرجوا فيا واللي يتابعوا فيا. ما تنساوش هاكا مازلت قاعد نستنى فيكم على الريبونس بالنسبه لاسم الجروب. اختاروا مع بعضنا الجروب ونحضروا مع بعضنا العديد من الماكله البنينه. سيريا ميساج للي خلط روتار، للي خلط روتار ينجم يشوف الرديف في يوتيوب. مرحبا بكم الناس الكل من البلدان الكل، من الشعب الليبي، الجزائري، المصري، المغربي، من السعوديه، من البلايص الكل، من البلدان الكل تابعوا فينا في اللايف. نحاولوا باش نشاهدوا باش نعطيكم ماكله بنينه على الطريقه نتاعنا، الطريقه نتاعنا ان شاء الله تعجبكم. ربي يحفظكم وربي يحمي تونس وشهية طيبة وميرسي بوكو. تابعوا من بعد تلقاو زادة كيف كيف الدريساج نتاع لي بلا اللي كنا حضرناهم على الباج نتاع الفيسبوك شيف مون بن يونس، على انستغرام شيف مون بن يونس، والا رديف على شيف مون بن يونس في اليوتيوب. به مولي بسعودية قلت مرحبا للناس الكل كما قلت لكم، يعطيك الصحة واحلى تحية للسعودية. ميرسي بوكو، شهية طيبة وربي يفضلكم وربي يحميكم. يا دوما ان شاء الله المالي ساعتين.